بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طالبات العزيزات، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. رؤية المدرسة. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. أما عن الإجراءات التي يجب علينا أن نتخذها للوقاية من فيروس كورونا، فكي أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وغسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. أما عن سلامة معلوماتك عزيزتي الطالبة وفهم الدرس جيدا، فيجب عليك اتباع الآتي: أولا، انتبهي لمعلمتك، اتبعي اللون الأحمر ومعناه انتبهي لمعلمتك. أما اللون الأصفر فمعناه ضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم واجلسي جلسة صحيحة. أما اللون الأخضر فمعناه انطلقي، شاركي وأجيبي على الأسئلة. قيمتنا لهذا الأسبوع هي أهمية العلم. أما حكمة اليوم فهي: العلم وحده لا يكفي ما لم يتوج صاحبه بمكارم الأخلاق. إذن العلم والأخلاق يتفقان معا، إذا فقد أحدهما فقد الآخر. والآن هيا معا إلى هذا التدريب. التدريب يقول: حدد مكونات الجملة الفعلية الآتية: حفظ الطالب القرآن. هيا عزيزتي قومي بتحديد مكونات الجملة الفعلية. نعم أحسنتي، حفظ فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أما القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه هي مكونات الجملة الفعلية، مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. والآن هي بناء التهجئة. الكلمة الأولى: بئر، باء همزة على نبرة، راء بئر، فأس، فاء همزة على ألف، سين فأس. أما عن درسنا اليوم عزيزاتي، فمطلوب منك هو أن تقومي بتمثيل جملة فعلية فعلها ماض، ثم حولي هذا الفعل إلى صيغة المبني للمجهول. هيا عزيزتي قومي بالإجابة عن هذا السؤال لكي تتمكني من التوصل إلى عنوان درسنا لهذا اليوم. نعم أحسنتي، إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو: الفعل الماضي المبني للمجهول، الجزء الثاني. الأهداف: يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تقارن بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول من خلال الأمثلة. ثانيا، أن توظف الفعل المبني للمجهول بصورة صحيحة. ثالثا، أن تحول الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. الهدف الأول هو أن تقارن بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول من خلال الأمثلة. هيا بنا، هيا اقرأي عزيزتي هذه الأمثلة ولاحظي الفرق بين الأمثلة في العمود ألف والأمثلة في العمود باء. لاحظي الكلمات الملونة باللون الأحمر في العمود ألف واللون الأزرق في العمود باء. عرف الناس أشخاصاً لاشتهارهم بالعلم أو لتفوقهم في مهنهم. نفس الجملة في العمود باء كيف ذكرت؟ عرف أشخاص لاشتهارهم بالعلم أو لتفوقهم في مهنهم. المثال الثاني: فسر الخبراء اشتهار الحمقى بكثرة المتابعين لأخبارهم. في العمود باء: فسر اشتهار الحمقى بكثرة المتابعين لأخبارهم. لاحظي عزيزتي الفرق في الحركات، يوجد هناك فرق في الحركات
بين الفعل في العمود ألف والفعل في العمود باء. المثال الثالث: دفع الفضول البعض إلى ترقب كل ما ينشره المشاهير. في العمود باء: دفع البعض إلى ترقب كل ما ينشره المشاهير. لاحظي عزيزتي أن الأفعال الملونة باللون الأحمر في المجموعة ألف تجد أنها أفعال ماضية قد ذكر فاعلها، كما تعودنا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. فالفاعل في الجملة الأولى هو كلمة الناس، وفي الجملة الثانية هو كلمة الخبراء، وفي الجملة الثالثة الفضول. وتسمى هذه الأفعال وأمثالها بالأفعال المبنية للمعلوم، سميت بهذا الاسم لأن فاعلها مفعول معلوم، لأن فاعلها معلوم ذكر معنا في الجملة. لاحظي أيضا الأفعال الملونة باللون الأزرق في المجموعة باء تجد أنها نفس أفعال المجموعة ألف، ولكن لم يذكر فاعلها الذي قام بها، كما أننا نجد تغييرا في ضبطها، فقد ضم أولها وكسر ما قبل آخرها. وتسمى هذه الأفعال وأمثالها بالأفعال المبنية للمجهول. إذن القاعدة لدينا تقول: الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي يكون فاعله مذكورا في الجملة، أما الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي لم يذكر فاعله في الجملة. يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم الحرف الأول منه وكسر ما قبل آخره، مثل كسر كسر، نشر نشر. هذا هو الفرق بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. عندي مثال آخر: شرب شرب. هذا فعل ماضي مبني للمعلوم، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمجهول نقول شرب شرب. لاحظي الفرق في الحركات، فقد ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره. كتب كتب. هذا فعل ماضي مبني للمعلوم، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمجهول نقول كتب. فهم، عند تحويله لفعل ماضي مبني للمجهول نقول فهم. نعم أحسنتي. والآن عزيزتي افتحي مع الكتاب صفحة رقم 30 وقومي بالإجابة عن هذا السؤال بعد إيقاف الفيديو، ثم عودي إلي من جديد. أحسنتي، هيا نكمل الجدول بما هو مطلوب. الفعل الماضي المبني للمعلوم والفعل الماضي المبني للمجهول. المثال الأول: الفعل الماضي المبني للمعلوم شكر، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمجهول نقول نعم سكر. الفعل الماضي المبني للمجهول في المثال الثاني هو طلب، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمعلوم نقول طلب. نعم أحسنتي. المثال الثالث: الفعل الماضي المبني للمجهول علم، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمعلوم نقول علم. أحسنتي. المثال الرابع: فهم. هذا فعل ماضي مبني للمعلوم، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمجهول نقول فهم. نعم. والمثال الأخير معنا: الفعل الماضي المبني للمعلوم قرأ، عند تحويله إلى فعل ماضي مبني للمجهول نقول قرئ. نعم أحسنتن. والآن نكون قد وصلنا إلى الهدف الثاني، وهو أن توظف الفعل المبني للمجهول بصورة صحيحة. السؤال الثاني صفحة رقم 30:
ابدأ الجمل الآتية بفعل ماضي مناسب مبني للمجهول. هيا بنا. نعم أحسنتي. السؤال الأول: ألف فراغ الزهور في الحديقة. نعم غرست الزهور في الحديقة. السؤال الثاني: فراغ هذه المنتجات في دولة قطر. نعم صنعت هذه المنتجات في دولة قطر. وكما نلاحظ حبيباتي أن دولة قطر قامت مؤخرا بإنتاج العديد والعديد من المنتجات التي لم تكن قد صنعتها من قبل. الجملة الثالثة: فراغ أبواب المتحف للزائرين. نعم فتحت أبواب المتحف للزائرين. أما العبارة الرابعة: فراغ الطالبة المتميزة في الطابور الصباحي. نعم كرمت الطالبة المتميزة في الطابور الصباحي. أحسنتن. والآن نكون قد وصلنا إلى الهدف الثالث، وهو أن تحول الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. السؤال الثالث: حول الأفعال في الجملة الآتية إلى المبني للمجهول وغير ما يلزم. ألف رسمت الفتاة صورة بديعة. هيا حولي الفعل في هذه الجملة إلى فعل مبني للمجهول. أحسنتي، رسمت صورة بديعة. الجملة الثانية: حفظ الطالب قصيدة عن الوطن. نعم نقول حفظت قصيدة عن الوطن. الجملة الثالثة: فتح العلم آفاق المعرفة والتقدم. نعم نقول فتحت آفاق المعرفة والتقدم. أحسنتن. والآن نكون قد وصلنا إلى سؤال غلق الدرس: حولي الفعل في الجملة الآتية إلى مبني للمجهول وغير ما يلزم. غرست الأزهار في الحديقة. أحسنت، عند تحويلها إلى فعل مبني للمجهول نقول غرست الأزهار في الحديقة، وذلك بحذف الفاعل وتغيير حركة الحرف الأول في الفعل من الفتحة إلى الضمة، وتغيير الحرف قبل الأخير إلى الكسرة، فنقول غرست الأزهار في الحديقة. والآن عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أترككن في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.